رمضان مدرسة، أقل كلمة وأبسط تعبير رمضان مدرسة. وبإمكان الأهل يوميا استغلال هذا الأمر في زرع النفوس وزرع هذه البذرة. الأبناء بذرة، وصفهم الله عز وجل إنه بذرة تنشأ في الحلية، تنشأ في رحم الأم الصالحة، ثم يأتي دور التربية من الأب والأم، التربية والتنشئة، كل شيء طيب يمكننا ربطه في رمضان. من أراد أن يحسن هو حقيقة محتاج إلى تربية وزرع القيم والتذكير بها في نفوس الكبار، في نفوس الأبوين. لصراحة النفوس هم طيبة، ولكن أحيانا هناك العديد من النقاط اللي محتاجين زرعها في نفوس أبنائنا. من حلقات عدة أسلفنا أن الطفل في مرحلته الأولى سمعي أو بصري، ثم بصري سمعي، ثم يأتي ويعيد، يوصل مرحلة يعيد ما يردده الأباء والأمهات. هناك طابع يطبع، ما نقولوش عيل لما يعرفش، عيل ما يفهمش. الدليل على ذلك أن الطفل بالكاد يتعلم المشي، يحاول تقليد الأب والأم في أثناء الصلاة. لماذا؟ لأنها صورة طبعت. إن مثلا الأم عندما ترتدي ملابس الصلاة أو شرش ردي الصلاة، هي يعني يعرف الابن ذلك وسيقلدها في هذا الأمر. نعم. أثناء قدومي سبحان الله، علشان تحدثنا قبل رمضان، وهذه من النقاط صراحة الإيجابية أو اللي لا ندحها تمر هكذا. قالوا لنا أن رمضان هذا سيكون فيه أطول يوم، وأطول يوم في السنة أمتى؟ يوم 21/6 اللي هو اليوم. نعم. فسبحان الله العظيم، خوف الناس من هم طبعا شياطين الإنس، لأننا لما نقول أطول يوم وفي الصيف وشهر صيف ورمضان جاينا في الصيف، ماذا يعني؟ يعني الحرارة والعطش ويوم طويل. صحيح. جدا. فسبحان الرحمن الرحيم، من وسعت رحمته كل شيء، من جعل اليوم يوم برد ويوم سقطت فيه زخات من المطر، يوم. صحيح. من أيام الشتاء اليوم وليس من أيام فعلا. الصيف. من هو مقدر هذا الأمر؟ هو الله عز وجل. إذا زرع البذرة وربطها بكل الأمور الطيبة في نفوس أبنائنا، هذا ما ينبغي. نربط أبنائنا أن إحنا منصيموا من بداية الطفل، أن مثلا إحنا عندنا إفطار وعندنا سحور. من يعطينا الطاقة مثلا حتى بلفظ بسيط أنك مش تكون قوي، ونصبر على الفطور ونصبر على غدانا ونصبر على صفرة المساء. اللي الناس سبحان الله من بعض من البشر ما يتأخر عنها إفطار الصباح دقائق، يقولهم عفوا لما يكلمني حد مننا ياخذ مثلا قهوة أو غيرها مش يقدر يستوعب. من يعطيك هذه المقدرة حتى يصل أذان المغرب ويعطينا هذه الطاقة، الربط العظيم؟ إذا في مراحل الطفل مش حيستوعب مننا القصص، لكن قصص ببساطة، الله ربي، الجنة مثلا من الصبر. وفي مراحل لا، الجرعات زي جرعات الدواء، هذه جرعات تربية على حسب عمر الأبناء. ربط رمضان ليس بالطعام فقط، وحذاري من هذه النقطة. أي نعم عندنا عادات طيبة، وعندي العادات الطيبة نربطها، لماذا هذا الأكل أو هذا غيره في رمضان؟ ليعينني على الصيام. الله، هذا الطعام اللذيذ مثلا بشيعيننا على القيام، وطعام خفيف بشيعيني على القيام. ونعلم أبناء، لأن عندنا قيام ثم نأتوا في مرحلة نعلمهم كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تدخل العشر الأواخر كان يعني الفرش البسيط كان يلف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشد المئزر ويوقد أهله، يعني لحثهم على القيام. لماذا؟ لأن إحنا لا نقول رمضان مسابقة، وإنما هو سباق. سباق. نعم. وهنا يا أباء ويا أمهات، وتحديدا الأباء ويا شباب يلي واخدكم دوري متاع مش عارفة أما دولة للأسف، وتقيموا في الليالي رمضان الكريم تضيعوا فيها باء منتورا. نعم. أمام فلان وعلان، لا، نحن في سباق إلى الجنة، وفي ذلك في تنافس المتنافسون. نعم.